اسمي مروه الشم من عين تجداد، اليوم دوزت المقابلة ديال التعليم الابتدائي، كانت الأسئلة في المتناول ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم، اسمي الكامل موسى الوردي، ساكن في مدينة قلميمة بالضبط في حي عثمان. لله الحمد تقبلت في المدرسة العليا للأساتذة وجاي اليوم لمدينة مكناس بالضبط حمرية باش أنني نستاج مباراة الشفوي، ولله الحمد مرت على ما يرام، يعني في أجواء جد رائعة. الأساتذة كانوا في أبهى حللهم، وأتمنى التوفيق لجميع الطلبة هنا وشكرا. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اسمي صفاء أوبي من مدينة قلميمة من جهة درعة تافيلالت. أتيت اليوم لاجتياز امتحان الشفوي للمدرسة العليا للأساتذة تخصص التعليم الابتدائي. كانت المقابلة جيدة، الأسئلة في المتناول، تم طرح الأسئلة في تخصصي وهو تخصص العلوم الإنسانية عن مصدرها وبعض العلوم التي تندرج ضمن العلوم الإنسانية، واخترت التعليم صراحة لأن مجموعة من الأساتذة أوجه لهم كلمة شكر من هنا، حببوني في التعليم وشكرا لهم جزيلا، وأتمنى التوفيق لجميع التلاميذ المقبلين، طلبة ولا التلاميذ المقبلين للمدرسة العليا الأساتذة.